إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. نلتقي في هذه الأيام بذكرى ولادة النبي الأعظم الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليرحم عقولهم حتى تنفتح على الحق في كل جوانب الحياة، في العقيدة والشريعة والحركة والمنهج، وليرحم قلوبهم فلا تنبض إلا بالمحبة للناس جميعا، ويرحم حياتهم فلا تسير إلا في اتجاه العدل بين الناس جميعا. إنه الرحمة في عقله، وعقله هو عقل الأكبر في الناس وفي قلبه، فقد كان حريصا على المؤمنين، رؤوفا بهم، رحيما بهم. وفي حياته فقد كان متواضع مع الفقراء والمساكين، كان يعيش معهم كأنه واحد منهم، فلا يتكبر ولا يتجبر، بل كان يعيش مع المستضعفين منهم، لأنه كان كبيراً بالله، ومن كان كبيراً بالله فعليه أن يكون المتواضع مع الناس، لأن الإنسان كلما عاش عظمة الله في نفسه وكلما كبر في تقواه وفي محبته لربه أدرك معنى إنسانيته وأعرف فقره إلى الله، وعرف أن الناس سواء بين يدي الله، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن رباه الله، فقد كان يتيما، مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو رضيع، واسترضع في حي من أحياء العرب،
كما كان يفعل الناس في قري من قريش، وعاش بعين الله فقد وكل الله به كما يقول علي عليه السلام: وكل به عظيما من أعظم ملائكته يلقي إليه في كل يوم علما وخلقا، حتى تأدب بآداب الله. وقد جاء في حديثه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولم يكن قارئا ولم يكن كاتبا، وما كنت تتلو، وهذا ما حدثنا القرآن عنه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب لقالوا إن هذه إنما جاء به من القرآن وما جاء به من الشريعة هو أمر تعلمه مما قرأه من كتب الأولين، أو مما كتبه، مما سمعه من الناس هنا وهناك، ولكنك جئتهم وأنت الأمي بأعظم ما جاء به العلماء والبلغاء والمشرعون والحكماء، حتى يعرف الناس من ذلك أنك نبي وأن وحي الله هو الذي علمك وهو الذي أنزل عليك القرآن. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وآله يحدث به الناس عندما قدم نفسه إليهم وهو يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، لم أتي محملا بخزائن الله لتتبعوني بما أملك من ثروات، ولا أعلم الغيب، لا أملك أن أحدثكم عن الغيب عن المستقبل، لا أملك ذلك، ولا أقول إني ملك، ملك لست من الملائكة، وإنما أنا بشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فأنا في كل معلوماتي وفي كل رسالتي أتلقى ذلك من ربي، فالله هو الذي يوحي إليه. قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قدم نفسه للأمة بكل بساطة وبكل على عفوية وبكل ثقة بأنه الإنسان الإلهي الذي صاغه الله سبحانه وتعالى، فجعل العصمة في عقله وفي قلبه وفي كل حياته، وجعله لا ينطق إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى إلا هو، لا ينطق عن هو إلا وحي يوحى. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله صاغ الله أخلاقه من أخلاقه، والله وقد ورد في الحديث: تخلقوا بأخلاق الله، فالله هو الرحيم كونوا الرحماء، والله هو العظيم كونوا العظماء، والله هو الكريم كونوا الكرماء، والله هو القوي كونوا الأقوياء. وقد صاغ الله أخلاق النبي من أخلاقه، فقال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله
يحمل القرآن ويبلغه بلسانه، ولكنه يحمل القرآن ويبلغه بكيانه. كان قرآناً يتحرك. إذا أردتم أن تقرأوا القرآن وتشاهدونه فاقرؤوه في حياة النبي وفي سيرته، فهو قرآن يتجسد، لأنه ما من آية من آيات القرآن إلا وقد تمثلها رسول الله في عقله وحملها في قلبه وعاشها في سيرته. ولذلك فإن الله كما أرادنا أن نسمع لرسول الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أرادنا أن نقتدي برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً، كان القدوة في كل أفعاله وفي كل مواقفه. ولذلك فإن العلماء يقولون إن السنة، سنة النبي، السنة هي قول النبي وفعله وتقريره، فعله شريعة وقوله شريعة وإقراره على ما يراه أمامه ولا يعترض عليه أو يقبله هو شريعة. كله الشريعة، كله الإسلام، كله الروح، كله الروحانية التي تلتقي بالله سبحانه وتعالى. وهو الذي كان يحدق بالله ولا يحدق بكل الناس من مستكبرين ومن مترفين ومن أغنياء، عندما اضطهده قومه وضربوه بالحجارة قال لربه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ما دمت معي فلا مشكلة عندي، يا رب إن المسألة هي رضاك ولا شيء إلا رضاك، فليغضب العالم كله فلا قيمة لذلك عندي، لأنني أعيش مع رضاك، يؤنسني رضاك، يطرد عني الوحشة ويطرد عني الغربة ويطرد عني الحزن والألم، ما دمت معي. وقالها لصاحبه في ليلة الهجرة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ليش حزنان؟ إن الله معنا، وما دام الله معنا فنحن في مأمن ونحن في فرح ونحن في سرور، لأن الإنسان إذا كان يحس بأن الله معه فإنه يعيش الفرح في قلب الحزن ويعيش اللذة في قلب الألم. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله، علم أصحابه بذلك، أن يشعروا في حالات الشدة أن يشعروا بأنهم كبار وكثيرون بالله. وهذا ما حدثنا الله عن صحابته الأصفياء الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله، يكفينا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيها الأحبة، في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد لنا أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله
عانى ما عاناه وأوذي من بما أوذي به من أجل رسالة، من أجل رسالة الإسلام. وقد نقل عنه أنه قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لقد قال ذلك وتحمل ذلك في كل حياته، وتحمل الكلام السيء، وتحمل الشتائم والسباب والاضطهاد والحصار وما إلى ذلك، وبقي صامدا ليحمل رسالة إلينا إلى الأجيال من بعده، لتتجذر الرسالة في الصفوة الطيبة من أهل بيته وأصحابه، لتتجذر ولتكون برنامجاً ومنهاجاً متحركاً يحمل كل جيل، ينقله كل جيل إلى الأجيال الأخرى. وهذا ما عبر الله عنه عندما صاح بعض الناس في وقعة أحد: لقد مات محمد، فتعالوا نذهب إلى أبي سفيان، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين. إن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا أيها الأحبة، فقد انتقلت الرسالة من جيل إلى جيل، وقد عاشت تلك الأجيال كلها، عاشت مع رسالة الإسلام، واختلف المسلمون فيما بينهم في تفسير القرآن تارة، وفي تفسير الشريعة أخرى، وفي نقل الحديث عن رسول الله ثالثة. لقد عاش المسلمون الخلافات في مدى الزمن، وحدثت هناك الكثير من حالات الانحراف ومن حالات الغلو ومما فرضه التخلف، وكأن الله سبحانه وتعالى كان يرصد هذا الواقع، أن المسلمين سوف يختلفون. وقد كان اختلف بعضهم في زمان النبي، قال لهم: إذا كنتم مسلمين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تحاكموا إلى الله وإلى الرسول فيما تختلفون فيه من فكر، سواء كان في العقيدة أو في غير ذلك. ولكن حالات التخلف، ولكن الأوضاع المنحرفة القلقة التي أحاطت بالمسلمين جعلت المسلمين شيعاً وفرقاً وأحزاباً، ولم يستمعوا إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الأحبة، لقد عاش المسلمون الاختلافات، فأصبحوا مذاهب متعددة، وأصبحوا فرقاً متعددة. وهكذا رأينا كيف تطور الأمر وتنازل الأمر بالمسلمين، إلى أن أصبح بعضهم يكفر البعض الآخر، وأصبح بعضهم يقتل البعض الآخر. إن الله أرادهم أن يردوا الأمر إلى الله والرسول، وأراد لهم أن يدعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولكن المسلمين انطلقوا مع أهوائهم، وانطلقوا مع تعقيداتهم النفسية، وانطلقوا مع شهواتهم ومطامعهم، وانطلقوا من خلال سيطرة الآخرين بما يدسونه في داخلهم من كل الأوضاع ومن كل الوساوس هنا وهناك.
فتحول الموضوع إلى أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وإلى أن يأمر بعضهم بعضا ممن يعتبرون أنفسهم في مواقع الفتية أو في مواقع المرجعية أو في مواقع الوعظ والإرشاد. وهكذا انتشرت مسألة التكفير. فنحن الآن نعيش في مشكلة يعيشها المسلمون الآن. هناك فريق من المسلمين يستحل قتل المسلمين وقتل المستضعفين وقتل الأبرياء تحت عناوين ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا ما نلاحظه من خلال التفجيرات التي تحدث في البلاد الإسلامية بين بلد وآخر، حيث يستحل المسلم ويستحل بعض المسلمين دماء بعضهم البعض، حتى دماء الأطفال والنساء والشيوخ، وكأنهم يعينون المستكبرين على ذلك، فيكملون ما بدأ به المستكبرون من إهراق دماء المسلمين في أكثر من مكان في العالم. وهكذا نلاحظ كيف أن التخلف والعصبية انتشرت هنا وهناك. وهكذا أصبحت المسألة بين مذهب وآخر، وحتى في داخل المذهب الواحد، فالمسلمون سنة يكفرون بعضهم بعضا حسب، والمسلمون الشيعة حتى في مجالات بعض علمائهم يضللون بعضهم بعضا من دون أن يدخلوا في حوار، ومن دون أن يدخلوا في تفاهم، ومن دون أن يدخلوا في قراءة كتاب، ولكنهم يتبعون من يوسوس لهم هنا ويوسوس لهم هناك، ممن يحيط بهم ممن لا تقوى لهم. وهكذا فقدنا الروح الإسلامية، وفقدنا المحبة الإسلامية، وفقدنا الرحمة الإسلامية. وبهذا أصبحت الثقافة عندنا، سواء في واقع الواقع الديني والواقع الحزبي والواقع الاجتماعي، أصبحت الثقافة ثقافة الحقد والعداوة والبغضاء. أصبحنا نوصي أتباعنا بأن يحقدوا على إخوانهم في الدين وعلى أن يبغضوا إخوانهم في الدين. أصبحنا لا نتحدث عن الإسلام كيف ندعو له وكيف نحافظ عليه وكيف نواجه التحديات الكبرى التي تطبق علينا من خلال المستكبرين الذين يتحالفون مع الكافرين. أصبحنا لا نفكر بكل هذه التحديات الكبرى، أصبحنا نفكر كيف يعادي بعضنا بعضا، أصبحنا نتحزب باسم الإسلام، وأصبحنا نقتل بعضنا بعضا باسم الإسلام، وأصبحنا نشهر بعضنا بعضا باسم الإسلام. أي إسلام هو هذا الإسلام؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول المحبة، وكان رسول الخير، وكان حريصا على المؤمنين. لقد جاءكم، هذا هو رسول الله، فأين نحن من رسول الله؟ هذا هو خلق رسول الله، فأين الذين يعتبرون أنفسهم ممثلين لرسول الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الأحبة، في ذكرى رسول الله علينا أن نرجع إليه ونخشع بين يديه، ونتعلم منه كيف كان قريباً لله، وكيف كان حريصاً على المؤمنين. محمد رسول الله، والذين معه أصحابه، هل نحن أصحابه؟ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف نحن الآن رحماء على الكفار أشداء بيننا؟ يقتل بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، أما على الكفار فنحن نتحدث
عن كيف يمكن أن نكون مع أمريكا صالحين طيبين، نتحدث بالديمقراطية ونتحدث بالحرية وهم يسفكون دماءنا. القضية أيها الأحبة، وأعتذر منك هذا الكلام، يحتاج إلى شرف. نحن لا نعيش شرف الإسلام ولا نعيش عزة الإسلام، نحن أصبحنا نتحرك كما كان اليهود في زمن الرسول. لماذا انكسر اليهود في ذاك الزمن ولماذا انتصر المسلمون؟ إن الله يتحدث: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وانكسروا لأنهم كانوا كذلك. لماذا انتصرنا؟ لأننا كنا أشداء على الكفار، رحماء بيننا، وانقلبت الصورة. فهل نسترجع تلك الصورة؟ أيها الأحبة، علينا أن نعيش وحدة الأمة. ليس الوقت أن يكفر سنة الشيعة الآن أو الشيعة السنة، ليس الوقت أن نثير العصبيات المذهبية الآن، ليس الوقت أن نثير العصبيات القومية الآن، ليس الوقت أن نثير العصبيات العائلية والحزبية الآن. إننا نسلم إذا سلم رأس الإسلام، إننا نسلم إذا سلمت أمة الإسلام. لن تكون كبيراً إذا كنت كبيراً عند المستكبرين، لأنهم يرونك صغيراً عندما تعطي بيدك إعطاء الذليل وتقر لهم إقرار العبيد. يحتقرونك حتى إذا كنت تتحرك في خدمتهم، ويحترمونك حتى إذا كنت تقاتلهم، لأنهم يعتبرون أنك تعيش إنسانيتك. أيها الأحبة، العالم شن الحرب علينا، فكيف نواجه ذلك؟ عندما برز علي عليه السلام ونحن نزعم أننا شيعته وأتباعه، قال النبي صلى الله عليه وآله في يوم الأحزاب: برز الإيمان كله الذي تجمع في علي إلى الشرك كله، الذي تجمع في عمرو بن عبد ود، والآن برز الشرك كله إلى الإيمان كله. فهل يبرز الإيمان كله إلى الشرك كله؟ هذه هي المسألة. عندما تحتفلون بكربلاء تذكروا أن الحسين قال: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد. يزيد في زمن الحسين أصبح الآن أمريكا في مرحلتنا الآن، وجيش بني أمية أصبح جيش المستكبرين. فكروا، هل أنتم ضد يزيد العصر؟ هل أنتم مع حسين العصر؟ حددوا مواقفكم الآن قبل أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع أحد أن يحدد مواقفه.